ينضم إلينا من القاهرة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا على قناة ومنصة المشهد. بداية، يعني في أي سياق تأتي هذه التحركات المصرية الأخيرة من أجل إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللسادة المتابعين جميعا. أعتقد أنها تأتي في سياق سبق زيارة أنتوني بلينكين. كان هناك رغبة من القاهرة إلى عدم إهدار الجهد الذي تم إنجازه قبل انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في جبهة الشمال في جنوب لبنان. كان هناك إنجاز كبير، وإنجاز أعتقد الأطراف والوسطاء ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأن هناك ما يزيد عن 95% من الأمور المتعلقة بصفقة لوقف إطلاق النار أو باتفاقية لوقف إطلاق النار مصحوبة بصفقة لتبادل المحتجزين من جانب الطرفين. كان هناك إنجاز حقيقي، وكانت هناك ضمانات أعطيت لكل طرف من الأطراف، وكان هناك حديث مستفيض حول مسألة إدخال المساعدات. هذه الجهود التي كانت على وشك الإتمام والتوقيع من قبل الطرفين، وأعلنت حركة حماس موافقتها، وكانت هذه النقطة هي نقطة جوهرية عشية انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان، والتي صاحبها تجميد للموقف بشكل كبير بعد التصعيد الإسرائيلي الإيراني المتبادل الذي ربما سرق الاهتمام خلال الأسابيع الماضية من هذا الجهد التفاوضي المتعلق بقطاع غزة. القاهرة حاولت في هذا التوقيت أن تلقي جهدها مرة أخرى لإحياء هذا النشاط وهذه الاتفاقية، مراهنة منها بأن هذه الاتفاقية أيضا تستند إلى مبادرة الرئيس بايدن، والتي هي مدعومة بقرار من مجلس الأمن لها حصانة أممية أو لها دعم أممي إنجاز التعبير، مما يجعلها أقرب إلى التنفيذ من أي اتفاقيات أخرى. القاهرة تراهن بأن هناك حلحلة ما يمكن إنجازها، تواصلت مع الجانب الأمريكي. أنتوني بلينكين تحدث عن هذه الجهود ويقوم بالفعل خلال جولته الموجودة الآن في منطقة الخليج. سيد خالد، هل من تسمعني؟ الدول من إسرائيل بالطبع. تفضل. بالدفع إنجاز المفاوضات. كان هناك اجتماع مهم يجب الإشارة إليه. من قائد جهاز الشباك. هذا الاجتماع أعتقد أنه اجتماع افتتاحي من أجل وضع كثير من النقاط على الحروف كي يخرج اجتماع الدوحة الموسع الذي سيضم كافة الأطراف على مستوى الإنجاز الحقيقي وعلى مستوى إنجاز خارطة تنفيذ فعلية وجدول زمني يمكن من خلاله الحديث عن تطبيق الهدنة، عن بدء عملية التبادل، عن إعادة تشغيل معبر رفح، القضايا الشائكة. وهذا الأمر هو ما جعل كل من رئيس الشباك ورئيس المخابرات العامة المصرية يجتمعان قبل الاجتماع الموسع الموجود في الدوحة. نعم سيد خالد، بالحديث عن القضايا الشائكة كما ذكرت، يعني إلى أي مدى يمكن أن ترضخ إسرائيل اليوم لشروط حركة حماس، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع؟ يعني أعتقد أن الأمر ليس رضوخا إسرائيليا لمطالب حماس بقدر ما هي ترتيبات تريد كل من القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية إنجازها من الجانب الإسرائيلي. هناك حديث عن ضرورة إعادة تشغيل معبر رفح، هذه قضية مصرية إسرائيلية بالنسبة للقوات الموجودة في محور فيلادلفيا، بالنسبة لبقاء القوات الإسرائيلية في داخل أراضي قطاع غزة، وهذا مطلب أمريكي تحدث عنه أنتوني بلينكين كثيرا في هذه الجولة وكان في إسرائيل والبعض في أثناء جولته، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تماما أي شكل من
أشكال التواجد الإسرائيلي في أراضي قطاع غزة. وهنا كان يشير بالتحديد إلى نقطتان هامتان، وهما منطقة الشمال لقطاع غزة ومحور نتسارين. وترك محور فيلادلفيا على اعتبار أن هناك ترتيبات وتسويات ستتم ما بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي. فإذا نحن أمام مجموعة من الأطراف لديها متطلبات ولديها طلب على الجانب الإسرائيلي عليه أن ينفذه. وأعتقد أن المبادرة بزيارة رئيس الشباك إلى القاهرة تعطي بصيص من الضوء بأن هناك بالفعل ربما إرادة إسرائيلية لإنجاز ملف في قطاع غزة والوصول فيه لكلمة النهاية. لا يمكن إغفال بأن مقتل يحيى السنوار رئيس حركة حماس أو رئيس المكتب السياسي قد يكون ساهم في نجاح الضغط الأمريكي والمصري على الجانب الإسرائيلي بضرورة إنهاء ما يجري في أراضي قطاع غزة. إسرائيل نفسها بعد أن فتحت جبهة لبنان أعتقد أن لديها الرغبة في أن لا تتشتت جهودها على مستوى الجبهتين، وربما هذه إشارة تحليلية وليست معلومات بأن إسرائيل قد تقدم بعض من أشكال المرونة والتجاوب للمطالب المصرية والأمريكية والقطرية بالطبع أيضا في إنهاء الوضع في قطاع غزة كي تتمكن هي للتخلص من الجبهة الشمالية ووضع الترتيبات أو إنهاء ما يجري في أراضي لبنان. والحديث معقد وشائك في قضايا كثيرة تضم الجانب الإسرائيلي والدولة اللبنانية. نعم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعني كان قد أكد أمس من قطر على ضرورة تطوير خطة لمستقبل إدارة قطاع غزة. باعتقادك كيف يمكن أن تبدو ملامح هذه الخطة؟ أعتقد هذه نقطة أيضا بالغة الأهمية، ولم تضيع القاهرة وقتا خلال توقف المفاوضات، بل فتحت خطوط اتصال ما بين حركة فتح وما بين السلطة الفلسطينية وما بين حركة حماس ممثلة عن كافة الفصائل الموجودة في قطاع غزة. وكان هناك حديث أو ربما لا نزيع سرا بأن نقول بأن هناك إنجاز ما قد تحقق على مستوى الجهد المصري ما بين الجانبين، بأن هناك تصور وضعت له الخطوط العريضة ووضعت له الملامح الأولية حول لجنة لإدارة قطاع غزة تكون تابعة للسلطة الفلسطينية ولا تكون لا تابعة لفتح ولا لحركة حماس. وهنا قد تكون حركة حماس أعطت موافقة على الرجوع خطوات إلى الخلف في مسألة إدارة قطاع غزة. هذه نقطة كانت أحد المطالب الإسرائيلية، لكنها كان هناك تشديد أمريكي بضرورة أن يكون هناك إدارة جديدة بعيدة عن سلطة حماس على قطاع غزة، أو وعدم الرغبة بالعودة إلى ما كان عليه الوضع ما قبل 7 أكتوبر من العام الماضي. هذه اللجنة مقترح مهم، وهو مقترح عملي إلى حد كبير، ويحظى بعديد من الموافقات، ليست مصر وحدها رغم أنها هي التي عملت القاهرة مع الطرفين، لكن هناك أطراف عربية مهمة تدعم مثل هذا الاتجاه كي تبدأ عملية إعادة الإعمار. وهذه اللجنة المشار إليها ستكون معنية بشكل رئيسي بإزالة أثار العدوان وبدء إعادة الإعمار بشكل سريع وبشكل يتجاوب مع احتياجات سكان قطاع غزة في الداخل. شكرا لك، كان معنا من القاهرة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.